منورين يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين، تحياتي ليكم. من مركز تدريب كلاب الحراسه في دمنهور، اللي ابدعنا فعلا ودربنا اي كلب يخطر على بالك. ان شاء الله حتى لو عندك كلب احنا مستعدين ندربه في اي وقت، ما تستقلوش بالكلب ده. الكلب ده اسمه فيكتو، على فكره من محافظه، من القاهره، من المعادي، تمام. صاحبه راجل محترم جدا. طبعا زي ما قلنا قبل كده، احنا ما بندورش في شغلنا على مواصفات، ولا بندور على الحاجات دي خالص، ولا الكلام ده له اهميه. والحمد لله هو ده سبب نجاحنا، وسبب ان احنا كل يوم في شغل وكل يوم، وكفايه الناس اللي حاجزه عندنا دي تكفي، تمام. ما بندورش على اي حاجه، كلبك فيه ايه، كلبك شكله ايه. لو انت هتروح تجيب لنا كلب بلدي، طالما انت حبه احنا بنشجعك وبندعمك، واحنا معاك وهندربه لك ونخلوه لك 100 100 لو ايه حتى، تمام. مهما حد يكتب لنا على اليوتيوب من الناس اللي هي يعني الشخصيات اللي هي عايشه الدور اللي بتاع بابا جايب له كلب بفلوس وكلام من ده، من الناس اللي عايشه الدور دي، هتلاقي احنا مش مع الناس دي خالص. احنا مع اي واحد مربي كلب، سواء كلب بلدي، سواء كلب غالي، سواء كلب رخيص، سواء اي نوع من الانواع، احنا معاه وبندعمه ومكملين معاه. ولو اتصل بينا في اي وقت نعرفه هو محتاج ايه ونرد عليه، لان اي حد مربي كلب هو ده فعلا اللي عنده احساس بحب الحيوان ده واحساس بالكائن ده. فيكتور على فكره يعني ما تستقلوش بيه في حجمه ده، تمام. وما تستقلوش بشكله، وما تستقلوش بالحاجات دي. لو سمحت الكلمتين بتوعه، هو صغير بس يحير على فكره، كلب جدع خالص، كلب رجوله، كلب عنده شخصيه، كلب بيعمل دخله حلوه. يعني ممكن يكون انت، ممكن يكون واحد عنده، بلاش انت عشان ما حدش ياخد الكلام على نفسه، ممكن يكون واحد عنده كلب عامل 30 40 الف جنيه وشعرايه ولمعه وستايل ومش عارف ايه وظهره وكسحه وعراقيب وديل في الارض، بس هلهوله خالص، ما بيعملش اي حاجه، ما بينطقش خالص، وكمان المصيبه تيجي تجوزه تلاقيه ما بيخلفش، يعني زي قلته عندك في البيت، يعني ما انتش مستفاد منه. لكن في ناس فعلا يا جماعه بتربي الكلب كصاحب مش اكتر، يعني هو مش باصص لشكله، او باصص لايه مواصفاته، او باصص نظامه ايه، او باصص ده ايه، او باصص لكلام من ده. وفي مراكز تدريب بتدرب الكلاب، بتدور على الكلاب الستايل اللي هتعمل بيها اعلان لنفسها. لا، احنا اي كلب معاك شغالين عليه، اي كلب انت تتخيله احنا شغالين عليه، ودي الكفاءه ودي الجدعانه وده النجاح فعلا، ودي ثقه الناس وحب الناس اللي احنا عايزينها. احنا مش عايزين اكتر من كده. لو كلبك ايه بالذي احنا هنشتغل عليه. لو انت طالع جايب كلب بلد مربيه في بيتك، على فكره يا جماعه في ناس كتير معاها فلوس ومقتدره وعندها كلاب مش مستويات ولا حاجه. ليه؟ هو واخد الموضوع مش كمنظر، وكان هو يطلع يقف بيه فرايح ويا حلو شوفيني على ناصيه الشارع والكلام ده. لا، هو واقف بيه او مربيه في بيته علشان هو حابب الحيوان ده، حابب الشخصيه دي، حابب الكلب، حابب ان هو يهتم بيه، حابب ان هو يربيه عندي في بيته. فيكتور يا جماعه كلب على فكره جميل خالص. الكلب ده هو لعبي وبيحب يتنطط كتير وبيلعب كتير. فيكتور تعال. طبعا بيحب يتنطط كتير وبيحب يلعب كتير، وكلب دمه خفيف خالص، بس احنا فكينا الهايبره بتاعته شويه وفكينا التنطيط ده، تمام. حجمه القله ده، لا ده ممكن يعمل مصايب وممكن يعمل عمايل جامد. على ما انت شايفين شكله كده في الفيديو، لا بس على فكره ممكن، يعني الكلب ده بيخش برده وبيلبس كمامه وبيتعامل وبيعض وبيهجم، ولما بيشوف حد جاي عليك بيقف يعمل نمره جنبك والكلام ده كله. الحمد لله كلب بسم الله ما شاء الله ظبطنا دماغه وخلينا له البرنامج بتاعه ولف ولف، يعني بسم الله ما شاء الله دماغه جميل خالص ودماغه حلو خالص. ربنا يبارك لصاحبه فيه. هو زعلان مننا ان احنا ما كناش بننزل له فيديوهات. لا والله العظيم مش عشان كلب ايه، الكلب نوعه ايه او كلام من ده، او مش عشان ان احنا بننقي الكلاب المعينه وننزلها في فيديوهات. لا، احنا اي كلب بننزله، احنا عاملين القناه ديت لنا احنا مش ليك انت، عاملينها ان احنا نوصل للناس، عاملينها ان احنا نوصل، مش عاملينها ان احنا نتعايق بيها ونبين ان احنا مركز تدريب وكلاب ستايل وكلام من ده. لا، اللي بيعمل كده ده هو ده السقوط والفشل. النجاح ان انت وري الناس انت بتشتغل حلو ووحش وده 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 وده، وري الناس ان ده النجاح فعلا، ان انت الناس تشوفك ايه اللي عندك وايه ده وايه ده وايه ده وايه ده. انما اي حد يقول كلمه احباط ده يلبسها ويخليه مع نفسه، ومعلش في اللفظ يعني سوري انا اسف، اي حد يقول كلمه تحبط الناس او تحبط حد مربي كلب في بيته او حد ما عنده كلب مواصفاته ضعيفه، لو اي حد يقول لك كلمه تحبطك خليه يلبسها، لان هو متغاظ منك او هو كرهك، معنى ان هو بيتكلم عليك كلمه وحشه. اي حد بيتكلم عليك كلمه وحشه او في كلابك او في كلبك كلمه وحشه، اعرف ان هو كرهك ومتغاظ منك، واعرف ان ده عنده نقص مش لاقي يكمله، فهو بيضطر يكمله بالكلمه اللي بيوصلها لك. فيا ريت ما تشغلش بالك بحد، ربي الكلب اللي انت عايز تربيه،
لو معكش فلوس خالص انزل هات كلب بلدي من الشارع، كلب شكله حلو وربيه في بيتك، ده مش عيب، ده مش عيب ولا حد. وانت هتتحاسب بيه؟ هو انت يعني معلش سوري مش تتحاسب بيه يوم القيامه؟ لا، هو انت مثلا يعني حد هيقابلك في الشارع يقول لك ادفع غرامه عشان انت مربي كلب بلدي؟ لا. وعلى فكره ممكن يكون عندك كلب بلدي بمليون كلب، ممكن يكون عندك كلب بلدي بمليون راجل، بمليون صاحب، ممكن يكون عندك كلب بلدي يضحي بعمره عشانك، ممكن يكون عندك كلب بلدي يحرس عيالك ويحرس بيتك ويحرس الحاجات دي. ما بنقولش كده يا جماعه عشان نوقف حال الناس اللي عندها كلاب ولف وما تبيعش وما تشتريش. لا، في ناس معهاش، في ناس ما تقدرش تشتري الكلب ب 1000 جنيه وب 500 جنيه وب 600 جنيه وب 2000 جنيه، وفي كلاب ب 5 6000 جنيه و 7000 جنيه بتبقى جراوه صغيره. في ناس معهاش الكميه دي يا جماعه. وانتوا طبعا اكيد في ناس غواه بتشوفنا ومتابعين الفيديوهات بتاعتنا، الغواه برده فاهمين ان في ناس فعلا معهاش وفي ناس معاها، انت بتبيع لهم، ربنا يرزقك يا رب ويزود حاجتكم. ويعني كل سنه وكل الغواه بتوع مربين الكلاب في مصر طيبين، وكل الناس اللي بتحب تربيه الكلاب طيبين، وكل شعب مصر طيبين. يعني احنا ما بنزعلش عشان حد، لا كل عيش واشتغل، بس معلش برضو في ناس برضو والله العظيم ما هي قادره تشتري كلب، في ناس ما معهاش الفلوس اللي هي هو عايز يجيب حاجه، هو حابب الكلب فمش معنى كده ان انت تذبحه. فطبعا خلاص انت خلاص معكش فلوس ومفيش الكلام ده ومضطر، انت لو نزلت نقيت كلب بلدي حلو ومسكته دربته ممكن تطلعه احسن من مليون كلب ولف، ممكن تطلعه يعني رجوله 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 ويقف معاك وقفه رجوله. تعالوا نشوف فيكتور يا جماعه وادونا رايكم في الحته الزغنونه دي اللي هي السبيشيان دي، تمام؟ وقولوا لنا ايه رايكم وربنا يبارك اللي صاحبه فيه يا رب. فيكتور اقعد يلا، شاطر، برافو فيكتور. ثانية واحدة. فيكتور. اقف يلا. شاطر. Thank you.
ايوه طبعا يا جماعه، اكيد 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 اكيد، يعني دي مش متخططه ان تحصل، دي صدفه. واكيد انتوا شايفين ايه اللي بيحصل معانا في الشغل، وايه الاخطار اللي بتبقى علينا وعلى الناس اللي شغالين. كل دي اخطار يا جماعه، ربنا يسترها يا رب، وربنا ما يوقعش حد منكم في حادثه او في مشكله او في حاجه زي كده. بس طبعا رغم كل الاخطار اللي احنا بنشوفها مكملين وما بنرجعش لورا، وبنتقدم لقدام، وبنستحمل الاخطار، وبنستحمل اللي بيحصل لنا، وبنستحمل الخبطات والكدمات والتعاوير اللي بتحصل معانا. بس في نفس الوقت بنقول ربنا معانا، وبنقول ربنا يسترها، لان عشان توصل للنجاح لازم تستحمل، ولازم تعدي البحر علشان وتعدي يعني حدود ومستويات علشان توصل للي انت عايزه. بيحصل معانا كتير، الطربة بس لوحدها تكفي. يمكن كل واحد مش عارف يتكلم، مش هنقطع الفيديو، مش هنشيل المقطع ده، لا هنسيب كل حاجه على طبيعتها، ونسيب كل حاجه بنظامها، وانتوا تتفرجوا على شغلنا وتدونا يعني رايكم، هل ان احنا فعلا مبدا ثقه او مكان ثقه، ولا فعلا احنا بنلعب او بنهزر، او الموضوع بيدور فيه على فلوس؟ لا والله العظيم الموضوع واحد قبل الفلوس، حب الحيوان نفسه دي اهم حاجه. لانك لو مربي كلب ومنتظر منه، او شاري انتايه مثلا ومنتظر منها ان هي تولد وتاخد منها فلوس، عمرك ما هتاخد منها جنيه. خدها مني نصيحه، لو شاري انتايه ورايح وسالف فلوس من الناس واخد فلوس من حد، او محوش قرشين وقلت روح نشتري انتايه علشان تولد ونبيع جراويها، عمرك ما هتاخد منها جنيه. وخلوا بالكم الكلمتين دولت كل الغوال اللي بيربوا كلاب عارفينهم وفاهمينهم. لو انت شاري ذكر عشان تجوزه، عمرك ما هتاخد منه ولا هتستفاد منه. خش على الموضوع ده يا جماعه، خش هتربي كلب ربيه بحب، بس ان انت تبقى حابب الحاجه دي، صدقنا ربنا هيرزقك منها وربنا هيكرمك. كمل. وربنا معانا ومعاكم يا رب، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.